كشف تقرير إخباري أمريكي تابع لوكالة أسوشيتد بريس أن إسرائيل زادت من نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه قبل عامين. وأشارت الوكالة في هذا التقرير إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقرت أيضا مشاريع استيطانية ضخمة لفترة مقبلة، مستغلة العلاقات القوية مع ترامب ودعمه الشديد لإسرائيل. على مدار عقود مضت مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها على الأرض دون أي رادع. لم تكن خلالها الإدارات الأمريكية المتعاقبة تدعم المشروع الاستيطاني علانية، إلا أنها لم تمنعه. ومذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية أصبح الأمر مكشوفا، وبات الدعم غير المسبوق لإسرائيل في أعلى المستويات. تشير بيانات الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان إلى أن البناء الاستيطاني تضاعف خلال عهد ترامب ببناء أكثر من 10,000 وحدة استيطانية، ناهيك عن تحويل 66 بؤرة استيطانية عشوائية إلى مستوطنات. عدد المستوطنين كما تشير آخر الإحصائيات في 2018 حوالي تقريبا 834 ألف مستوطن من أصل حوالي 250 ألف مستوطن في مع بداية اتفاقية أوسلو. عدد المستوطنات ارتفع من 144 مستوطنة في أوسلو قبل أوسلو، اليوم نتحدث عن 500 مستوطنة بما فيها البؤر الاستيطانية التي تم تبييضها. السلطة الفلسطينية التي رفعت ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية ترى أن تصاعده بهذه الوتيرة يقوض حل الدولتين. السلطة الفلسطينية تبذل جهود مكثفة مضنية من مختلف المستويات على الصعيد القانوني، سواء كان القانون المحلي أو القانون الدولي. على الصعيد السياسي تبذل جهود كبيرة، وعلى الصعيد الشعبي أيضا تبذل جهود كبيرة، ولكن هذه الجهود لا تستطيع أو لن تستطيع حتى الآن بلجم هذا الغول الاستيطاني المنقطع النظير في هذه الأيام. لا يقف المد الاستيطاني على مصادرة الأراضي والبناء عليها وحسب، بل تخصيص ميزانيات تقدر بمليارات الشواكل لشبكة البنى التحتية من سكك وقطارات تربط مستوطنات الضفة الغربية بالداخل المحتل، استمرارا للتغيير الجغرافي على الأرض لصالح المستوطنين مقابل جيتوهات ومعازل يحاصر فيها الفلسطينيون. على الرغم من مواصلة السلطة الفلسطينية إعلان مقاطعتها الإدارة الأمريكية لدعمها التام لإسرائيل، تمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، توسع وصل أعلى المستويات خلال العام الماضي بغطاء أمريكي وعجز دولي عن إيقافه. يارا العملة، التلفزيون العربي، رام الله. ينضم إلينا من رام الله المحامي بسام بحر، خبير في شؤون الاستيطان. أهلا بك سيد بسام إلى العربي اليوم. إذا هذا التقرير الذي يتحدث عن توسع الاستيطان بشكل كبير في العامين المنصرمين، ماذا يقول لنا عن سياسة إدارة ترامب تجاه فلسطين؟ نعم، هي في للأسف في كما رأينا في السنوات التي عدت هناك توسع استيطاني في كامل الضفة الغربية لم نكن نشهده في السابق في عهد الرئيس أوباما، بل كان هناك لجم للاستيطان في هذه الفترة حتى لو لم يتم إيقافه لأنه كان بشكل محدود. أما من وقت تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم كان هناك توسع بشكل شرس، حتى باعتراف وزير الدفاع السابق ليبرمان لدولة الاحتلال الذي قال من 15 سنة لم يكن هناك توسع استيطاني كما كان في هذه في السنتين الماضيتين. وهذا ما يدل على أن الحكومة الأمريكية الجديدة هي حكومة استيطانية، حكومة تهجير كما تعمل حكومة الاحتلال لدينا. وكان في قرار كذلك نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس هو من ضمن سياسة الاحتلال في التوسع الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية، ولم يعد التوسع الاستيطاني هو فقط بناء وحدات سكانية في مناطق معينة، بل في هذه الأوقات هناك أيضا اختيار في المكان الذي يتم فيه بناء هذه المستوطنات، كما سمعنا عن بناء 131 وحدة استيطانية في داخل مدينة طيب القدس. ولكن كل هذا الآن يضعنا أمام سؤال مهم بالنسبة للطرف والجانب الفلسطيني الذي اتخذ ربما خطوات بقطع العلاقات مع إدارة ترامب عند نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وغيره. نعم. من الأمور، ورفض أي خطة للسلام سيقدمها ترامب إلى آخره. عمليا وقانونيا
ما الذي يمكن للفلسطينيين أن يقوموا به للحد من هذا التوسع في الاستيطان؟ نعم، هناك إجراءات تم اتخاذها من قبل دولة فلسطين ممثلة بسيادة الرئيس أبو مازن، وهو قطع العلاقات مع الحكومة الأمريكية وعدم قبول أي مبادرة تطرحها الإدارة الأمريكية الحالية في ظل السماح لحكومة الاحتلال بالتوسع الاستيطاني. الآن أمام الشعب الفلسطيني فقط ودولة فلسطين هو التوجه للمحافل الدولية، التوجه لحكومات العالم سواء أوروبا وغيرها، التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، التوجه للأمم المتحدة، ورفع قضايا، فعلا رفع قضايا. الآن يتطلب رفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية، وهذه قضية أتوقع هي من القضايا اليوم هي جاهزة بين يدي الشعب الفلسطيني سواء في وزارة الخارجية وغيرها. نعم. يجب توجه بشكل مباشر إلى محكمة الجنايات الدولية ورفع قضية على حكومة الاحتلال، كما نعلم أن هذا هو مخالف لكافة المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الإنسان. هو هناك انتهاك صريح من قبل دولة الاحتلال فيما تقوم فيها على الأرض من جلب المستوطنين على الأراضي المحتلة وترحيل أبناء الشعب الفلسطيني من مناطقهم كما شهدنا في الآونة الأخيرة في قرار ترحيل تجمع قرية الخان الأحمر. شكرا لك من رام الله المحامي بسام بحر الخبير في الشؤون